كلشي كيعرف شنو هادي. هادي بونجا كتصلح بزاف د الحوايج، الغسيل، المواعن، الحكان اكسيتيرا، ولكن عندها واحد لا سبيسيفيسيتي اللي هي مهمه. شنو هي؟ هي بحال منشاف، اللي حطيتيه فيها كتستوعبوا. حطيتي العسل غتشربوا، حطيتي الماء غتشربوا، حطيتي ما زهر غتشربوا، حطيتي فيها القطران غتشربوا، حطيتي فيها الزيت تلقلي حالته موسخ غتشربوا، حطيتي فيها شي مزباله غتشربها. داكوغ؟ ايوا اللي بغيتكم تعرفوا الاباء الامهات اقتصاديا، حيت الامهات هما اللي كيربيو بزاف الدراري، هكاك العقل ديال ولدك. دونك اللي قلتيه ليه غادي يستوعبوا، قلتي له الزوين غيستوعبوا وغيشربوا وغادي يتاثر عليه، قلتي له الخايب غيشربوا وغيستوعبوا وغياثر عليه. بعض الاباء بلا ما كيردوا البال ملي كيكونوا كيهضروا مع وليداتهم كيبداو مالك ما كتفهمش، مالك مكلخ، مالك ما كتسمعش، 20000 مره كنعاود لك الحاجه ما كديرهاش، ما فهمتش، واش ملي كنتي في المدرسه كنتي كتقرا ولا كنتي كتحلم؟ هادو نقط هادو جبتي ليا، ها؟ الله يعمى عليك، عرفتي البريميسخ جاي تجيب لي هاد النقط انا ودني منك، واش ما يمكنش؟ وكيبقاو هكا على طول على طول على طول، وهاد المنشفه كيعمروها اللي هو العقل ديال الوليد. كاين شي اباء وحدين اخرين اللي غادي يجي وغايقول له بابا خطا، معليش الحبيب ديالي كلشي كيخطا. كتشتي باباك حتى هو شحال خطا، ولكن راه كاين حكمه مورا الخطا. جاب شي نقاط ما غاديش يركز على اربعه النقاط خايبين، غيركز يمكن على النقاط المزيانه، غيقول واه شتي الا جبتي 18 في هذه الماده كي والو، صافي جاك حتى المواد الاخرين كي والو، غتقدر تطلع النقاط فيهم حيت عندك كاع الكفاءات، حيت اللي جاب 18 صافي جاك شي واحد انتيليجون، شي واحد كيركز، شي واحد كيفهم مزيان. دوك لك الاختيار، عندك الوليد الدماغ ديالو بحال المنشافه، وانت اللي كتعمر هذيك المنشافه او كوتيديان، يا بالزوين يا بالخايب. واللي بغيت نقول لك، انت كاب وانت كام، الوليدات ديالكم ملي كيكبروا الا عاجبينكم سي تري بيان، سا فو دير كو عمرتيهم بالحوايج، الدماغ ديالهم عمرتيهم بلا ما تشعروا بالحوايج اللي هما مزيانين. الا التربيه ديال وليداتكم ملي كبروا ما عجباتكمش، سا فو دير كو راه عمرتوهم بشي حوايج اللي هما خايبين. والناس اللي مازال عندهم الوليدات صغار، والناس اللي مازال ما ولدوش، استفدوا من هذا الفيديو. الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص، ما من الحوايج اللي ما كيعجبونيش في وليداتي ندورهم ونقادهم بجهد اللي غنعطيها ليه بواحد لومبالاج اللي هو زوين. كنركز على الحوايج الزوينين ماشي على الحوايج الخايبين. كانت معكم نهيد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.